أبنائي شباب الأطباء، أسعد الله مساءكم أو صباحكم أينما كنتم. First, I would to apologize for this inconvenience. زي ما قلت لكم أنا مش قاعد في منزلي بإذن الله، أتواجد غدا و I'm not in full control. فأنا آسف على النصف ساعة دي، يعني قاعد بإذن الله أن لا تتكرر. طيب، قلنا زي ما اتفقنا وشفتوا ان احنا عاوزين، كان الاسبوعين اللي يعني اللي فاتوا كنا ماشيين ببطء شويه عشان خاطر عاوزين ناخد على بعض وعلى الطريقه وهنعمل ايه. فتبالي بحب اول اسبوعين يبقوا وتيره بطيئه، ده مش معناه ان احنا نبقى بهذا البطء زي ما قلت، ده نبقى اكتر. بس طبعا انا هشرح مره واحده شرح وافي ومش هعيده، انت تقدر تعيده تاني اكثر من مره. اتنين، مالتيبل تشويس زي ما قلت، انا هقول الاجابات الصحيحه أو الحاجات الصعبة، ونزلت لكم الدياجرامز، أتمنى تبقى مفيدة، وأحاول أنزل لكم الدياجرامز اللي قبل كده. باي ذا واي، أنا ما عنديش أي دياجرامز هنا على فكرة، أنا بدأت القصة دي معاكم وأنا ما فيش حاجة، ولا نوتس عندي ولا كتب ولا أي حاجة، ولا حتى الدياجرامز بتاعتي كلها رسمتها دلوقتي. لما ببقى في الماي بيز بتبقى الإمكانيات أحسن شوية. فنبتدي السؤال الأول في الإم إس كيو. كان regarding the sympathetic preganglionic fibers، وكانت الإجابة الصحيحة يا بي، إن they pass with autonomic nerve fibers in anterior root of the spinal cord. إحنا قلنا كل ال spinal nerves فيها somatic، ده أساس، ومع بعضهم يتحط بالإضافة، بالإضافة مفيش حاجة اسمها sympathetic بس، كله somatic، وبالإضافة نحط sympathetic في الثراكولامبر أو بارا سيمباثيتك في الساكرال في حاله الاسبان كورد. فالاجابه الصحيحه هي بي، فروم بيبي، فور بيبي. السؤال الثاني ريجاردينج ذا اوتونوميك جانجليا، والاجابه الصحيحه نمره سي، فور كات سي، ذي فانكشن از ديستريبيوتنج سنتر. السؤال الثالث يا شباب كان ريجاردينج ذا بارا سيمباثيتك نيرفوس سيستم، والاجابه الصحيحه اي، فور الفا، it has very long preganglionic fibers and very short postganglionic fibers. مفهوم ليه؟ لان الجانجليا تيرمينال فوق الاورجان، يبقى لحد ما اوصل للاورجان فانا preganglionic، وجوه الاورجان حته صغيره قوي انا postganglionic. وقلنا ليه ربنا عاوز يطول preganglionic؟ سبحان الله، ويقصر البوست، لان البري بي thin myelinated، سريع 10 متر في الثانيه، post unmyelinated C fibers متر في الثانية. السؤال الرابع هورنر سندروم is characterized by all except، لما نقطع السيمباثيتك بتاع الهيلا النك، مفروض الإجابة الصحيحة هي ديف فور دادي إن أوفثالموس نوت إكس أوفثالموس. هو قال لك اختار الغلط، هي مش إكس أوفثالموس، العين مش هتقحص، السيمباثيتك بيخليها تقحص لما تقطعه طاغور، يعني تدخل لجوه. السؤال الخامس stimulation of sympathetic results in all except، يبقى هنا برضو عاوز الغلط، انه هو بيزود الجلوكوز ليفل ان بلاد، لانه بيعمل glycogenolysis في الليفر، يبقى الجلوكوز يزيد، انما بيعملش vasoconstriction في كروناري. قلنا في اثنين بيدايليت في اثناء الفايت، اللي هو السكيليتال بلاد فيسلز والكارديك، اللي هو الكروناري، بيحصلهم vasodilatation مش vasoconstriction. يبقى الاجابه الصحيحه هنا بي فور بيبي. يبقى عليه الإجابات 1 B 2 C 3 A 4 D 5 B. يبقى 1 B 2 C 3 A 4 D 5 B. طيب، نتوقع على أن نبتدئ محاضرة من أهم المحاضرات الحقيقة في الطب، مش بس في الفسيولوجي، يعني هتفيد الكثيرين من الاندر جراديوت والبوست جراديوت، واي طبيب حتى عاوز يسمع موضوع من اهم الموضوعات هو الانيميا يا جماعه، اللي هو فقر الدم. فاحنا كنا قلنا ان في الفاكتورز افكتنج اريثروبويزيس كان عندنا حاجات مهمه، اللي هي زي فيتامين بي 12 والفوليك اسيد، والاكثر اهميه الحديد. فهو حديثنا النهارده عن اهم حاجتين، البي 12 والفوليك اسيد والحديد. نبتدي بالبي 12 والفوليك اسيد. هنحط الدياجرامز اللي انا بعته لكم، اذا كان اللي يحب يصوره يصوره. أه،
الفكرة كالآتي: إن البي 12 والفوليك أسيد لو بصيت معايا هتلاقي إن أنا راسم ستيرنم أهو، الإماتيور ار بي سيز اللي بيتعملوا في البون مارو، حتى قلنا الفلات بونز عشان كده أنا راسم الستيرنم لأنه فلات بونز، بيبقوا كبار لارج سيلز، لما بيديفايد بيتقسموا بيتحولوا لسمولر سيلز، هما ده الماتيور ار بي سيز. يبقى الاماتيور سيلز في الستيرنم لازم يحصل لها ديفيجن عشان تتحول لماتيور ار بي سيز تنزل بلاد. انا عايز اعلمكم معلومه جميله قوي النهارده، ان اي دي فيجن في الجسم يحتاج دي ان ايه. وخد بالك انا عارف ان السمع احسن في التذكر، عشان كده بضغط على الكلمات، عشان ساعات ناس بتقول لي بنقعد فاكرين صوتك. يبقى اي دي فيجن يحتاج دي ان ايه، اي دي فيجن يحتاج دي ان ايه. عشان يبقى عندي دي ان ايه انا محتاج تو فيتامينز، فيتامين بي 12 والفوليك اسيد. ليه؟ لان هما بيعملوا بلوك معين، جزء معين في الدي ان ايه مهم جدا اسمه ثايميدين ترايفوسفيت، ثايميدين ترايفوسفيت. يبقى لو انا ما عنديش بي 12 او ما عنديش فوليك اسيد يبقى ما عنديش دي ان ايه، يبقى مش هيحصل دي فيجن للخليه، فبالتالي الخليه هتقعد كبيره زي ما هي. كل اللي هيحصل انها الخليه بيسموها ميجالو بلاست، ميجا يعني كبير وبلاست يعني مخلق، الخلايا الكبيره المخلقه فيها نيوكليس. احنا قلنا الار بي سي ما فيهاش نيوكليس، كل اللي هيحصل انها تفقد النيوكليس وتنزل الدم، خليه كبيره برضو جدا بس بدون نيوكليس يسموها ميجالوسايت. بتتميز بايه بقى يا شباب الخليه في الحاله دي؟ بانها ماكروسيتيك يعني اكبر حجما، ماكرو يعني كبير، لكن نورموكروميك فيها نفس تركيز الهيموجلوبين هو هو. بمعنى هقولها بالارقام، نفرض الخليه ضعف الحجم بتحتوي ضعف كميه الهيموجلوبين، يبقى تركيز الهيموجلوبين ثابت مواكب للحجم، عشان كده يسموها نورموكروميك. كروم يعني صبغه، فنورموكروميك يعني كميه الصبغه اللي جواها، والمقصود بيها الهيموجلوبين لان الهيموجلوبين هو الصبغه. بيجي حتى لما بيقع دم على قميصك الابيض بيصطبغ باللون الاحمر بسبب الهيموجلوبين، فيعتبر الهيموجلوبين كروم. فما نقول نورموكروميك يعني في صبغه عاديه، يعني في هيموجلوبين عادي. ليه؟ لان الار بي سي زادت للضعف والهيموجلوبين زاد للضعف، فهي ماكروسيتيك نورموكروميك. طب ايه العيب بقى؟ ان عدد الخلايا ما هي ما انقسمتش، عدد الخلايا اقل، less number العدد اقل، وless life span يعني عمرها اقل وعددها اقل، عمرها اقل عشان كده عنده انيميا الشخص. وبعدين less life span لان هي فراجايل هشه، ما احنا كل ما تكبر احنا فاهمين هتتعصر اكتر في الكابيلرز فتتكسر اسهل، عشان كده هي less life span. بيسموا هذه الانيميا ميجالوبلاستيك انيميا، مع ان اللي موجود في البلاد هو الميجالوسايت. وده سؤال كثير من الزملاء ما يعرفوش اجابته، هو ليه بيسموها ميجالوبلاستيك انيميا نسبه للسيلز اللي في البون مارو وما بيسموهاش ميجالوسايت نسبه للخلايا اللي في البلاد؟ لان تشخيص هذا النوع من الانيميا باننا بناخد عينه من الاسترنم، فاللي بنشوفه تحت الميكروسكوب هو الميجالوبلاست، عشان كده سموها ميجالوبلاستيك انيميا. فيبقى ده اول نوع في الانواع الثلاثه الرئيسيه في الانيميا اللي بتتميز فيها الار بي سيز بانها اكبر حجما فتبقى ماكروسيتيك، لكن في نفس الوقت تركيز الهيموجلوبين طبيعي نورموكروميك. ايه سببها بقى؟ حضرتك دلوقتي عرفت، عشان الخليه تنقسم يحصل لها ديفيجن لابد ان يبقى فيه دي ان ايه، وعشان يبقى فيه دي ان ايه لازم عندي يا بي 12 يا اما فوليك اسيد. نو بي 12 اور نو فوليك اسيد يبقى ما عنديش كميه كافيه من الدي ان ايه، يبقى مش هيحصل ديفيجن، يبقى الخليه هتقعد كبيره، كل اللي يحصل انها تفقد النيوكليس، النيوكليس دي تفقد وتنزل في الدم في صوره ماكروسيتيك سيلز، خليه كبيره لكن فيها نفس تركيز الهيموجلوبين، تضاعفت في الحجم والهيموجلوبين فيها ضعف الكميه، يبقى التركيز ثابت نورموكروميك. يبقى سبب دي نقص البي 12 او الفوليك اسيد.
ابتدي بقى ندرس كل واحد على حدة. البي 12 ليه أربع أسماء، لأن بناخده في الأكل فسموه extrinsic factor يعني من الخارج، لأنه مهم لتحول الإيماتيور سيلز إلى ماتيور سيلز فسموه ماتيوريشن فاكتور اسم الثالث، لأنه بيحتوي كوبالت فسموه سيانو كوبالامين. تبقى عارف الأربع أسماء دي تطلق على البي 12. ننتقل بقى لقصة البي 12. بي 12 ليه قصة رباعية الأشواط، هنا تبقى عارفها كويس قوي. تملي بقول يا أولاد الدياجرامز دي حصاد السنين، هي أكتر حاجة أنا بتعب فيها اللي هي الدياجرامز لعرض المعلومات بصورة سهلة. الدياجرامز دي فكرتها، وإيمانا بالمثل الصيني اللي بيقول الصورة تساوي مليون كلمة. فستيب 1 ان انا هاخد البي 12 ده، وبحب يعني علمته لاجيال بطريقه جميله، ان البي 12 ده اوف انيمال اوريجين يعني موجود فقط في اللحوم، وطبعا اللحوم انكلودنج البولتري الطيور واللحوم عادي. فتملي بسميه طعام الاغنياء، البي 12 موجود في اللحمه فقط، بناخده من بره بنسميه اكسترنسيك فاكتور. لكن بقول جمله لطيفه قبل ما ابتدي القصه، وبرغم انه طعام الاغنياء، شوف العظمة الإلهية، شوف الرحمة الإلهية، فلن يعوز الفقراء. برغم أنه بتاعه موجود في اللحمة بس، والفقراء يعني علاقتهم باللحمة بسيطة، لكن عمرهم هينعانوا من نقص البي 12. ليه؟ تعال تفرج على العظمة، أنه الكمية اللي محتاجينها في اليوم 5 مايكروغرام، المختزن في جسمك على وجه التحديد في الليفر 5 ميلي جرام، يبقى المختزن 1000 مرة قد اللي انت محتاجه، لانه الميلي جرام 1000 ميلي جرام. عشان كده بقولها بجملة لا يمكن هتنساها، ان احنا المخزون من البي 12 في الليفر يكفيك 1000 ليلة وليلة، يعني 1000 يوم، يعني 3 سنين. قل لي مين فقير في 3 سنين لم يذق اللحمة ووفات عليه 6 اعياد و3 شهور الناس بتتواصل فيها جميلة اللي هي شهور رمضان. فصعب ان الواحد برغم انها مش موجوده غير في اللحمه لن تعوز الفقراء، لان المخزون 1000 مره قد اللي محتاجه، محتاجه 5 ملي جرام والمختزن 5 ملي جرام يكفيك 1000 ليله وليله. ناخد بقى القصه رباعيه الاشواط. يبقى البي 12 بناخده من بره، وعشان كده سموه اكسترنسيك فاكتور. عشان يمتص لازم المعده تفرز من جوه حاجه اسمها انترنسيك فاكتور، دي اهم خطوه، وحتى حاططها لك باللون التقيل، دي اللي بيجي فيها الأسئلة. لا يمكن تنتفع بالبي 12 بدون الانترنسيك فاكتور اللي تعرفت عليه كلمتين بحرف الجي، انه بيطلع من الجاستريك ميوكوزا بعد بحرف الجي، وتركيبه جلايكوبروتين. طب وظيفته ايه بقى؟ بيمسكه، يعني الانترنسيك بيمسك الاكسترنسيك ويمسكه في ريسبتورز في اخر حتة في السمول انتستين، يعني مش في الإيليا. السمول انتستين عبارة عن ديودينم 12 وراها جيجينم وراها إيليم، هو مش من الإيليم للأوائل، من اللور إيليم. فيبقى الإكسترنسيك بايندز، يعني بيمسك الإكسترنسيك، الإنترنسيك بيمسك الإكسترنسيك ويمسكه في الريسبتورز. طب لو ما حصلش كده يتهضم، يحصل له دايجيشن. بشبهها البي 12 جاي من الخارج زي السائح، محتاج تور جايد واحد يوريه المعالم بتاعت البلد، ابن البلد محتاج انترنسيك فاكتور يمسكه من ايده. لو ما مسكوش من ايده الراجل ده هيتوه، والناس هتسرقه وهتبهدله. فالاكسترنسيك اللي من بره محتاج انترنسيك من جوه عشان يمسك في الريسبتورز في اللور ايديم ويمنع الدايجيشن بتاعه. فوظيفته يمسكه ويمسكه. الانترنسيك فاكتور ده تعرفي عنه كلمتين بيجوا في الام اس كيو بحرف الجي، ان هو جلايكوبروتين طالع من الجاستريك ميوكوزا. بعد كده هيحصل ابزوربشن منين بقى؟ من اللور إيليا. طيب لمين؟ للاثنين، الاكسترنسيك والانترنسيك اللي هو بروتين. طب ما احنا هناخد في الانتروداكشن اللي مرجعينها شويه ان البروتينات بتدخل الخلايا عشان يحصل امتصاص بعمليه اسمها بينوسايتوزيس. فهمت ليه بقى الامتصاص بالبينوسايتوزيس؟ الواحد فاهم مش حافظ، لان الاكسترنسيك ماسك في انترنسيك. طب والانترنسيك ده بروتين، جلايكوبروتين. البروتين بيدخل الخليه بعمليه اسمها بينوسيتوز، هنشرحها في اوانيها. عشان ما يبقاش المركب كبير قوي لانه بروتين بنكسر منه حته بواسطه البنكرياتيك ترابسين، يبقى الامتصاص بيحدث من اللور إيليم، ده سؤال ام اس كيو،
ويحتاج بنكرياتيك تريبسين. يعني لو البنكرياتيك تريبسين ناقص مش هيحصل امتصاص ويحصل نقص في البي 12. ثم يتجه الى الليفر تو بي ستورد هناك. اهم ما حاجه بتعمل له ستورج هي الليفر، حتى قلنا الكميه المختزنه 5 ملي جرام. وهو رايح الليفر على فكره بيبقى متشال على بروتين اسمه ترانسكوبالامين 2. يعني هو في الدم هنا بيتشال على بروتين اسمه ترانسكوبالامين 2. يبقى قصه البي 12 قصه رباعيه الاشواط. يبقى بناخده من بره، اذا فهو اكسترنسك فاكتور، محتاج من المعده جلايكوبروتين اسمه انترنسك فاكتور يمسكه يمسكه binds and links to specific receptor اللي هو قلنا السائح والتور جايد عشان ما يحصلوش دايجيشن. الابزوربشن النقطه الثالثه بيحدث من اللور ايليم، وبمساعده البنكرياتيك تريبسين لازم يكسر حته من البروتين عشان يبقى الموضوع اسهل في الامتصاص. ثم الاستورج في الليفر. ايه ميزه اللي انا قلته ده؟ بحب جدا الفهم يا اولاد. ممكن من القصة رباعية الأشواط دي تتخيل أربع أسباب الأساسية لنقص البي 12 وعليه إن الخلية مش فيش دي إن إيه فمش هتنقسم وتديني ميجالوبلاستيك أنيميا. نمسكها واحدة واحدة. أول حاجة نقص الإكسترنسيك فاكتور للأذكياء. أنا قلت برغم إن هو طعام الأغنياء الفقراء آسف فلن يعوز برغم إن طعام الأغنياء فلن يعوز الفقراء. يبقى أنا عشان ينقص عندي البي 12 في الأكل مش أبقى فقير، أبقى مع يعني حالف على اللحمة ما كلهاش، أبقى strictly vegetarian نباتي نباتي ماليش أي علاقة باللحمة. طب تاني سبب أنت ممكن تستنتجه إن في مرض في المعدة يقلل intrinsic factor المعدة removed. واحد عنده كانسر وشالوا المعدة مثلا، أو مرض مشهور اسمه pernicious anemia. pernicious يعني خبيثة، أنيميا الخبيثة، لأن بيبقى معاها شلل. ليه؟ لأن نقص البي 12 مش بس بيأثر على الار بي سي يا أولاد، لكن مهم كمان على الأعصاب، مهم لعمل المايلين شيز في الأعصاب. فنقص البي 12 بالإضافة إنه بيدي أنيميا بيعمل شلل. المرض ده اسمه برنيشس أنيميا، لأنها مش مجرد أنيميا، أنيميا معاها شلل، وهو بيجي فوق سن 60 وسبب من أمراض المناعة الذاتية، أنتي بوديز بيدمر الخلايا اللي بتطلع الانترنسك فاكتور في المعدة. اسمه pernicious anemia. طب ثالث سبب انت استنتجه معايا diseases في اني حته في السمول انتستين لطالب فاهم في اللور ايديم، او ديزيز بينقص البنكرياتيك تريبسين. طب رابع سبب انت مستنتجه الاستورج فين؟ في الليفر. يبقى diseases في الليفر. يبقى الطالب بيفكر في extrinsic من بره، محتاج intrinsic من المعده، الامتصاص من اللور ايديم مساعده البنكرياتيك تريبسين، الاختزام في الليفر. يبقى من هذه القصه رباعيه الاشواط لطالب فاهم قوي ناخده واحده واحده. مفيش اكسترنسك، واحد ما بياكلش لحمه مش فقير، ستريكلي فيجيتيريان. في مرض في المعده مفيش انترنسك، في مرض في اللور ايليام او في البنكرياس مفيش بنكرياتيك تريبسين، في مرض في الليفر. طب نيجي بقى للفوليك اسيد. زي ما كان البي 12 اسباب نقص اربعه، كذا الفوليك اسيد اسباب نقص اربعه. فوليك اسيد بينما البي 12 زي ما قلت طعام الاغنياء، بقول الفوليك اسيد طعام الفقراء لانه اوف بلانت اوريجين، موجود في النباتات الخضروات والفواكه. بس في عيب خطير هنا بقى، انه بيبوظ بالهيتنج بالتسخين. يعني ما يبقى في تسخين بيبوظ الفوليك اسيد. وحتى بقولها بطريقه عشان تفتكرها، الفوليك من كلمة فول افتكرها، يبقى ده الفول ده بتاع كل الناس، هو مش في الفول. أنا أقصد تفتكر إن كان واحد طعام الأغنياء واحد طعام الفقراء. تقول دكتور ده قالها لنا البي 12 واحد فيهم موجود في الأنيمالز أوف أنيمال أوريجين في اللحوم، والتاني موجود في النباتات. افتكر الفوليك الفول ده بتاع الغلابة في أوف بلانت أوريجين، البي 12 ده بتاع الأغنياء لأنه أوف أنيمال أوريجين. ولكن من رحمة ربنا برغم إنه طعام الأغنياء فلن يعوز الفقراء، لأن المختزن جوه الليفر ألف مرة الاحتياج اليومي. نحن نحتاج لخمسة مايكروجرام، ولكن مختزنين في الكبد خمسة ميلي جرام يكفينا ألف ليلة وليلة. فده الفوليك أسيد بيبوظ بالكوكي. يبقى للأوائل لما أجي أقول أسباب نقص الفوليك أسيد، نمرة واحد نقص الانتاج. ما اكتبش نقص الانتاج يبقى أنا طالب مش فاهم. هو في حد ما بياكلش خضار وفاكهه؟ لا، بس بياكلها زي حضراتكم كوكت،
طول النهار فاست فود، يقعد ياكل في حاجات مطهيه في الخارج، وحتى ما تاخد ساندويتش همبرجر او خلافه حط لك عليه حته قوطه على همبرجر سخن، باظ الفوليك اسيد. يبقى الناس اللي بتعتمد على الكوكت فود، عشان كده بقول لك ما اعظم طبق السلطه في البيت كده خضار لم يتعرض للنار، يبقى مليان فوليك اسيد. طيب يبقى اول حاجه بالترتيب نقص الانتاج، تاني حاجه نقص الابزوربشن. الابزوربشن منين بقى؟ من فوق شويه من الجيجنم. معظم الفوليك اسيد يمتص من المنطقه اللي في النص اللي هي الجيجنم، يبقى ده من اللور ايليوم، ده من الجيجنم، بيبقى في مرض في الجيجنم. ثالث حاجه ودي واحد من اهم الاسباب، ان ريكويرمنتس زياده، ان انا الفوليك اسيد كويس بس الشخص محتاج اكتر. مين اكتر شخص بيحتاج فوليك اسيد؟ ست الحامل. ليه؟ البريجننس. تعال نفكر، تعودنا نفكر، ما هو الحمل يا شباب؟ عباره عن خليه نتجت من سبيرم وبويضه، من حيوان مني وبويضه، والخليه دي تنقسم ثم تنقسم ثم تنقسم وتعاود الانقسام لحد ما تعمل بني ادم كامل. يبقى من اكتر عمليات الانقسام بتحدث فين؟ في البريجننسي. واحنا قلنا الانقسام محتاج دي ان ايه، والدي ان ايه محتاج بي 12 وفوليك اسيد، يبقى دام في انقسام كتير يبقى محتاجين دي ان ايه كتير، يبقى محتاجين فوليك اسيد بالهبل. عشان كده ممكن ينقص كنتيجه مش لنقص السبلاي الانتيك او الابزوربشن، زياده الاحتياج زي في البريجننسي. واقول لك معلومه جميله جدا في متابعه الحمل، عارف ايه اهم حاجه لازم يقولها الدكتور النابه للمريضه اللي بتعمل متابعه حمل؟ انها تاخد فوليك اسيد. يبقى في وان اليمنت مهم جدا، لو اغفل، لو لقيت دكتور بيتابع واحده استحامل ما بيقولهاش خدي في الحمل فوليك اسيد، يبقى ده لا يعي ولا يفهم شيء في الطب. لانه مش بس هيجي لها انيميا، ده هيحصل لها حاجه اسمها سباينال بيفيدا، نيورونال ديفكت، هتلاقي العمود الفقري من ورا مشقوق كده والاعصاب باينه في الجنين من ورا ظهره، سموها سباينا بيفيدا. فاهم حاجه انها تاخد فوليك اسيد. نمره 4 حاجه جميله قوي دلوقتي، ايه عيب السرطان؟ خلايا بتنقسم عشوائيا وتعاود انقسام وتعاود انقسام، فتستهلك مين بقى؟ فوليك اسيد. فطبعا ما نلاقيش فوليك اسيد الار بي سيز يحصل انيميا. طب بص العلاج كمان يعمل انيميا. احسن علاج للسرطان او ضمن علاجات السرطان ان احنا ندي حاجه انتي فوليت ضد الفوليك اسيد، فالخلايا السرطانيه ما تلاقيش فوليك اسيد الانقسام. وحتى خلايا الدم تتاخد كده فوق البيعه كسايد افكت للعقار اللي هو الانتي فوليت، ما تلاقيش فوليك اسيد يعمل لها دي ان ايه وتنقسم بيه، اللي هو يسموها السيتوتوكسيك دراجز، اللي هو يقول لك فلان بيتعالج بكيمو. يبقى ضمن العلاجات الكيميائيه في الكانسر هي الانتي فوليت. شوف فكره ذكيه قوي، نوقف انقسام الخلايا السرطانيه باننا نحرمها من الفوليك اسيد. طب ايه السايد افكت؟ ان احنا حرمنا في ذات الوقت الخلايا بتاعه الار بي سيز، فيحصل انيميا. يبقى نقص الانتيك كوكت فود، نقص الابزوربشن، ديزيزز في الجينوم، احبك تبقى محدد مش انشا. نقص انتيك امتى؟ لو كوكت فود لانه بيبوظ بالكابل حراره. نقص الابزوربشن في اي حته؟ في ديزيز في الجينوم. نقص الريكويرمنت زي مين؟ زي البريجننسي او الانتي فوليت اللي هو السيتوتوكسيك دراجز. ده واحد من اهم المواضيع في الانيميا. ولا تنسى ان الاماتيور سيلز في الستيرنم او في البون مارو عشان تتحول لماتيور سيلز صغيره لازم يحصل لها دي فيجن، وعشان يحصل دي فيجن لازم يبقى عندي دي ان ايه، والدي ان ايه يحتاج الى تو فيتامينز، بي 12 وفوليك اسيد. نو بي 12 وفوليك اسيد، نو دي ان ايه، نو ديفيجن، يبقى الخليه تقعد كبيره وتفقد النيوكلس وتنزل كبيره. يسموا ايه الانيميا دي؟ ميجالو بلاستيك انيميا، مع ان اللي احنا شايفينه ده ميجالو سايت بلاست، يعني خليه مخلقه. ليه سموها ميجالو بلاستيك؟ قلت لك انتوا اللي عارفين الاجابه الصحيحه، لانها بتتشخص مش برؤيه الميجالو سايت في البلاط، بناخد عينه من الاسترنم ونشوف الميجالو بلاست، فسموها ميجالو بلاستيك. بماذا تتميز؟ ده سؤال من اهم الاسئله الشافه، بكونها ماكروسيتيك اكبر حجما، ولكن نسبه الهيموجلوبين من مواكبه لحجمها نورموكروميك. طب وليه العيان عنده انيميا؟ لان عددها قليل، بدل ما عندي كذا خليه بقى خليه واحده ليس نمبر، وانها كبيره فراجايل،
هتتعصر اكتر في الكابيلاريز فهتبقى less life span. ده سؤال نظري مهم اسألف وتكتب فيه الخطوات الأربعة بتوع البي 12 واللي استنتجنا منها بطريقة ذكية أسباب نقص البي 12 وأسباب نقص الفوليك أسيد. فواحد من أهم أسباب الأنيميا اللي هو الماكروسيتيك أنيميا. ننتقل موضوع الثاني وهو الأير. الأير ميتابوليزم يا شباب. الأول عاوز أقول لكم معلومة جميلة عن الأير ما لا يعلمه كثير من الزملاء، إن أهم سبب للأنيميا في العالم، دي معلومة قيمة جدا، هو الأير ديفيشنسي أنيميا، أنيميا نقص الحديد. وورد وايد على مستوى العالم لو قال لك هناخد أنواع كثيرة من الأنيميا، مين أهم سبب للأنيميا في الدنيا اللي هو الموضوع اللي احنا بصدد دراسته دلوقتي اللي هو الأير ديفيشنسي أنيميا، الحديد. الحديد ده أولاد مادة مهمة جدا لا يستغني عنه جميع الكائنات الحية من أول البكتيريا لحد الهيومن بينجز، تبقى عارف ده نقصه يؤدي الأنيميا في الإنسان. طب زيادته ليثل مميتة، عشان كده لا ينبغي ان احنا نمتص حديد اكتر من احتياجنا. على انتهى الاجيال الحديد لا ينطبق عليه المثل زيادة الخير خيرين. لو خدت حديد اكتر من احتياجك هيترسب في صورة ديبوزيتس في كل الجسم اسمها هيموزيدرين، وتديك مرض مميت اسمه هيموزيدروزيس. عشان كده الجسم فيه ميكانيزم يمتص بس الكمية اللي محتاجينها، يعوض فقط الكمية اللي فقدناها من الأير. لا ينطبق عليه المثل زيادة الخير خيرين. الديلي انتيك احتياجنا اليومي أو آسف اللي بناخده في اليوم، الديلي انتيك يعني اللي بنتناوله في اليوم 20 ميلي جرام بير دي. طب احتياجنا اليومي احنا قلنا عاوزين نمتص كمية تماثل تماما الكمية المفقودة. الميل بيفقد في اليوم 1 ميلي جرام per day in male. الفيميل في أي فترة؟ في فترة الإخصاب يسموها reproductive period بسبب الحيض المنستريشن البيريود، يبقى بتفقد دم يبقى عاوزة حديد أكتر، فمحتاجة ضعف الكمية 2 ميلي جرام per day. مفروض حضرتك بقى من العشرين دول هتلاقي الجسم متوضب يمتص في الميل 1 ميلي جرام بس في اليوم، وفي الفيميل 2 ميلي جرام، وبقية العشرين ينطبق عليهم كلمة عبد الحليم حافظ الأغنية المشهورة بتاعته مفقود يا ولدي مفقود. لو ما فقدتوش وطمعت وامتصيت أكتر من المحتاجه ما عندكش ميكانيزم للإكسكريشن. من عجائب الخلق والخالق ان احنا بنظبط الحديد بالامتصاص، بس لو امتصيت زياده ما عندكش ميكانيزم تخرجه في البول في الكيدني زي الميه. يعني الميه بنظبطها بالاثنين بالابزوربشن والاكسكريشن. لو انا عطشان بعمل حاجتين، ازود الانتيك اعطش واقلل الاكسكريشن اقلل البول. بالعكس لو شربت ميه اكثر ما ينبغي يتوقف احساس العطش تماما مش عاوز اشرب، وبالعكس انزل بول كتير. يبقى الميه بتتظبط بالابزوربشن والاكسكريشن، معظم الحاجات كده. واحد بالاسئله المهمه جدا في الاير ان الاير وي هاف نو ميكانيزم فور اكسكريشن، عندنا بنظبط فقط الابزوربشن، لا نطمع ناخد الاير نابزوربت لابد ان يساوي تماما الاير لوس، خدش ولا حاجه زياده، اذروايز هيترسب في صوره ديبوزيت اسمها هيموزيدرين ونموت من مرض مميت اسمه هيموزيدروزيس هنتكلم عليه حالا. الاحتياج اليومي 1 ميلي جرام في الميل. انت فاهم ليه الفيميل الضعف في اني فتره؟ الفيميل في فتره الاخصاب، في فتره النشاط الجنسي اللي هو ريبرودكتيف بيريود اللي هي قابله للحمل، لان عندها حيض بتفقد دم بتفقد حديد محتاجه 2 ميلي جرام. نيجي بقى لسؤال برضو نظري مهم والسالف، زي السؤال اللي كان في الصفحه اللي قبلها كاتب لك عليه برضو نظري مهم والسالف. اهو سؤال نظري مهم والسالف، اتكلم على الميكانيزم اوف اير ابزوربشن. الاول عاوزك تفهم الرسمه دي.
ده الانستينال سيل انا مكبرها جدا. الامتصاص ادي الانتستين اهو في ابسط صوره انك تنقل اللي بتاكله من اليومن من تجويف الامعاء الى الدم. يبقى حضرتك هتعدي كام بوردر؟ تو بوردرز. الحد الاول الحائط الاول ما بين التجويف والانستينال سيل نسميه اليومينال بوردر. طيب والحاجز الثاني ما بين الانتستين والبلد يسموها بيزولاترال بوردر. طالب مره سالني طب ده سموه اليومينال بوردر لانه ناحيه اليومن، ده ليه سموه بيزولاترال ومسموش بلاد بوردر طالما احنا هنتنقل من الانستينال سيل الى البلاد فيسل؟ لان ساعات مش هيبقى فيه بلاد فيسل في حاله الفات، هيبقى بداله فيه ليمف فيسلز، عشان كده سميناها بيزولاترال. وعدتكم يا شباب ان احنا كل حاجة هنفهمها مع بعض، كل كلمة مكتوبة ليه مش هنفوت حاجة ابدا، هذه محاضرة للفهم، بس قلت مش هكرر كثيرا، انت تكرر لوحدك تسمع الكلام مرة اخرى. نيجي دلوقتي مصادر الحديد، ده واحد من اشهر اسئلة في الشفر، منين بنجيب الحديد بتاع عمل الاربسيز؟ معظم الحديد في الروعة في الخلق من الريسايكلينج اللي عمليات التدوير، يعني عمليات التدوير اللي بيتباهى بها الغرب دلوقتي هي من الازل علمها لنا ربنا. معظم الحديد بتاع الهيموجلوبين بيجي من الحديد بتاع الهيموجلوبين اوف اولد ار بي سيز، الار بي سيز القديمه التي قضى الله في امرها وانتهى عمرها، بنكسر الهيموجلوبين وناخد منه الحديد نستخدمه في عمل نيو ار بي سيز. ده المعظم، ده الموست. طب والكمية الصغيرة بنجيبها من الدايت، يبقى الموست من التدوير الاولد ار بي سيز، وكمية صغيرة بنجيبها من الدايت. حب النظام قوي. طب اللي من الدايت ده ليه مصدرين، الغالي يسموه الهيم، ده موجود في اللحوم بس، عشر يمثل 10% من الحديد اللي بناكله، بيبقى الحديد ماسك في بروتين يسموه الهيم اير، هيم اير. وده في ميزة قليل بس في ميزة انه readily absorbable، عندنا كارير بروتين مخصوص يشيل هذا الحديد على طول، مش محتاج تلعب في اي لعب. الهيم اير اللي ماسك في البروتين اللي هو بتاع اللحوم يمثل كمية قليلة 10%، لكن readily absorbable. طب المصدر الثاني 90% حديد موجود في البلانس، كمية كبيرة بس ربنا ما يديش كل المزايا، كمية كبيرة لكن not readily absorbable، لانه في صوره فرك ايرن ثلاثي، واحنا الكارير اللي بيشيل الحديد في اليومينال بوردر ما بيشيلش غير الثنائي، حتى بص اسمه ايه، داي فيلنت، يعني ثنائي التكافؤ ميتال ترانسبورتر. كاتب لك انا الاسماء تحت دي اختصارات ايه، داي فيلنت ميتال ترانسبورتر. فمعظم الحديد اللي بنمتصه في الاكل جاي من البلانتس، فمطلوب حاجتين، اول حاجه ندوب الحديد اللي في النبات ده، حتى بقولها بطريقه موحيه في الصوت، مين يدوب الحديد؟ هل حديد يدوب في ميه؟ يعني لو حطيت مسمار في ميه يدوب؟ لا. مين يدوب الحديد؟ ال HCl هيدروكلوريك اسيد سترونج اسيد. فاول حاجه ال HCl يدوب الحديد اللي في الاكل، وبعدين فرك، انا عاوز اعمل له ريدكشن لفرس، فمحتاج فيتامين سي، يبقى محتاج حاجتين ال HCl والفيتامين سي عشان يخلوا الحديد بتاع النباتات صالح للامتصاص. مين يدوب الحديد؟ هيدروكلوريك اسيد. مين يختزله بنفرك لفرس؟ فيتامين سي. دي كانت النقطه الاولى، مصادر الحديد معظمه مش من الاكل، مش في القصه دي خالص، معظمه تدوير ريسايكلينج، شوية صغيرين من الدايت، وهنأبزور بقد اللي بنفقده بالظبط، الأبزور بقد اللوس بالظبط. 10% يسموها هيم اير، ماسك بروتين، ده غالي بس هدي اللي أبزورب قابل الامتصاص. و 90% في البلانتس يسموها نون هيم اير، ده هيم يبقى ده يسموه نون هيم اير. ده عاوز شوية شغل عشان تستفيد بيه، لازم الأول تدوب الحديد بالـ HCl وبعدين تختزله من فرك لفرس بواسطة فيتامين سي. دي ستيب 1، حب النظام قوي. ستيب 2، هنعدي اليومينال بوردر. عندي كارير
للنون هيم وكارير للهيم. الكارير بتاع الهيم اسمه سهل قوي، هيم كارير بروتين، وادي الاختصار تحت هيم كارير بروتين. طب والكارير بتاع النون هيم قلنا حولناها ليه من فرك لفرس؟ عشان الكارير ما بيشيلش غير المعادن الثنائيه التكافؤ، عشان كده اسمه داي فيلنت يعني ثنائي التكافؤ، ميتال يعني معادن، ترانسبورت. خد بالك برضه احب الفه، هنا ما قالكش ده بتاع الحديد بيشيل اي ميتال ثنائي التكافؤ. وعليه اقول لك معلومه قيمه جدا ما بيقولوهاش عندنا كثير من الزملاء، عارف ايه اكتر حاجه تخليك ما تمتصش الحديد؟ انك تاخد معدن اخر ثنائي التكافؤ واشهرهم الكالسيوم ثنائي التكافؤ، موجود في اللبن في الزبادي والجبن. اوعى تاكل حديد مع كالسيوم لانه هيبقى فيه كومبيتيشن تنافس، ده بيشيل اي حاجه اي حاجه ثنائي التكافؤ. الحديد ثنائي التكافؤ دلوقتي في الراس، والكالسيوم ثنائي التكافؤ، هيحصل كومبيتيشن، واحد هيقلل التاني. فاكتر حاجه تقلل امتصاص الحديد انك تاكل منتجات الالبان. وفهمت ليه؟ يبقى اول ستيب وضبنا الحديد في مصادر الحديد بتاع الاكل. انا فاهم ان معظمهم التدوير، مش في القصه دي خالص، مش في القصه دي خالص، احنا بنتكلم على بتاع الاكل. تاني ستيب حب النظام قوي، عدينا اليومينال بوردر، فوجئنا عندنا بكميه حديد معتبره. لازم تفكر لو خدت اكتر من اللي عاوزه هتموت. يعني ايه؟ خد اللي انت عاوزه بس. طب والباقي ده احنا ده في كميه كبيره جدا من مقارنه باللي احنا عاوزينه. سيبه في الانتستاينال سيلز، سيب هذا الحديد بيتحول تاني من ثنائي الى ثلاثي، يعني الخطوه دي بس عشان نحوله لثنائي، وبعدين نرجع ثلاثي ويشيله مع بروتين اسمه فيريتين، يعني البروتين بتاع الحديد، لانه شال الفرك، فعشان كده يسموه فيريتين. فيريتين افهم كل كلمه ليها معنى، اي ان يعني بروتين، وفيريتين لانه رجع تاني فرك. طب ويا اللي هسيبه ده هسيبه لامتى؟ اقول لك معلومه جميله، اللي سبته في الانتستاينال سيلز ده مفقود يا ولدي مفقود. ليه؟ لان الاكل بيحك في جدار الامعاء، بيوقع الانتستاينال سيلز دي. عمر الانتستاينال سيلز دي 3 ل 4 ايام بس، ونعمل انتستاينال سيلز جديد. حصل لها شيدنج، شيدنج يعني اهي شيدد، شيدد يعني بتقع. الجدار المبطن الانتستين ده بسبب الاكل في شيء من الصلابه بيكحت الجدار المبطن ده بيوقعه، هيقع ومعاه الفريتين اللي انت سبته في الانتستاينال سيل دي. الانتستاينال سيل اللي هو المربع ده انت سبت فيها معظم الحديد، اتحد فرك مع بروتين، فيبقى البروتين اسمه ايه؟ فيريتين. وينطبق عليه اغنيه عبد الحليم مفقود يا ولدي مفقود، ده في قارئه الفنجان لو كنت عاوز تعرف الاغنيه. الكميه اللي حضرتك هتمتصها بقى هتشيلها دلوقتي عبر مين بقى؟ مش اليومينال بوردر، عبر البيزولاترال بوردر، برضه بكارير. الكارير ده اسمه فيرو، برضه انه شايل ثلاثي، فيرو بورتين. بورت يعني ينقل، واي ان عن بروتين، بروتين الناقل للفرق، فيرو بروتين. يبقى هنا عندي ناقلين، ليه؟ حسب هل هو نان هيم ولا هيم. انما هنا عندي ناقل واحد للي هتاخده. طب واللي ما خدتوش وده المعظم سبته في الانتستاينال سيلز، اللي هيحصل لها شيلنج بتقع ومعاها الحديد اللي مش عاوزه كل 3 ل 4 ايام. يبقى اول ستيب توضيب الحديد نوعيه، وبعدين ثاني ستيب عشان نبقى بنحب النظام قوي، عدينا اليومينال بوردر. ثالث ستيب ماذا حدث في الانسولين سيلز؟ في جزء خدناه بالفيروبروتين، والجزء الاكبر سبناه في الريتين وشدد. وبعدين الخطوه بعد كده الخامسه دخلنا الدم. الحديد يحب يتشال يا اولاد، لاحظوا يتشال شيل حاجه قيمه كده، شوف الواجهه هنا متشال عندي من البوردر، هنا متشال حتى وهو بنرميه متشال، شوف الواجهه الاجتماعيه على فيريتين، يعني مش هيترمي كده، لازم تشيله وبعدين ارميه. هنا فيروبورتين، طب حتى في البلاد متشال على بيتا جلوبلينز، ودي بقى خد فاكر لما قلنا جاما جلوبلينز انتي بوديز. طب البيتا جلوبلينز وظيفتها ايه؟ بتشيل الحديد، حتى يسموها ترانسفيرين، ترانسفيرين. لاحظ دي اسمها فيريتين فيها تي، انما دي فيرين، دي فيريتين. احب قوي زي ما قلت لك جلايكوليسيس وجلايكوجينوليسيس، زي ما تقولش كلمه مطرح الثانيه. الجلوبيولين ده بلازما بروتين،
الجلوبين ده بتاع الهيموجلوبين. ازعل قوي ما الطلبه تقول كلمه واطرح الثانيه. هنا ده اسمه ترانس يعني بيشيل بينقل. فرين اللي شايله في الانسان سيلز وهيقع اسمه فريتين نوت فرين فريتين. بدقه هنا زي ما بقول يصنع الاوائل لناس فاهمه قوي فاهمه جدا ودقه جدا والتكنولوجي كله فاهمه. وبحب رسومات طريفه طفوليه تذكرك ايه اهم حاجه في هذا الترانس فرين؟ انه درجه التشبع بتاعته ما تزيدش عن 35%. لو حاولت تشيل هذا البيتا جلوبولين وشبعته بالحديد باكتر من 35% عارف هيعمل لك ايه؟ هيرمهم لك في الانسجه في صوره هيموزيدرين. هذا الهيموزيدرين ديبوزيتس اللي هو رواسب الهيموزيدرين هتديك مرض مميت هنشوفه اسمه هيموزيدروز. عشان كده عملت لك علامه الموت عشان تفتكرها. ساعات الطلبه بيقول لي ما بنفتكرش الديتيلز لكن بنفتكر الحكايه. وطول عمري وانا بشرح قلت يا شباب الفسيولوجي مجموعه حكايات. الفسيولوجي كما الحياه ومجموعه حكايات. يبقى ما تزودش عن 35. الخطوه الرابعه هتختزنه فين؟ في صوره فريتين برضه بس موجود اساسا في الليفر. معظم الحديد بيختزن في الليفر وبعدين سبلين وبون مارو. يبقى ليفر وسبلين وبون مارو فيريتين. يبقى عندي نوعين من الفيريتين في الجسم. الفيريتين اللي هو البروتين اللي شايل الحديد في الانسولين سيلز ده مفقود ونيودي مفقود. البروتين اللي شايل الحديد في الليفر والسبلين والبون مارو ده موجود. يبقى ده مفقود وده موجود. هو ده المخازن. فيريتين يبقى عندك نوعين من الفيريتين. فيريتين في الانسان سيلز وفيريتين اللي مختزن. ده كانت الخطوات السته للاوائل اللي هيتكلم فيه على واحد من اصعب الاسئله اير ميتابوليزم. هنا بضيف نقطه اساسيه. افتكر الكلام ده حصل في اي حته في الانتستين؟ ابر بارت وسمول انتستين مينلي الديودينام اساسا ديودينام وشويه من الابر جي. ليه برضو حتى دي فكرت فيها ليه امتصاص الحديد اساسا بيحصل من الديودينام؟ فاكر لما قلت مين يلوب الحديد بتاع الاكل؟ مين يلوب الحديد؟ المايه ولا مين؟ الHCl. خلاص يبقى احنا عاوزين حته فيها HCl. HCl ده بيتعمل في المعده لسه بخيره في الديودينام لسه ما لحقناش نعادله ثم يتم معادله معظمه في الجيجنم. انما في الابر جيجنم لسه في شويه HCl. عشان كده إن زي ما قلت الحضارات يا أولاد قامت حيثما الماء. الحياة محتاجة مية سبحان الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحياة محتاجة مية فالحضارات كلها قامت حيث المية. حتى هنا الحديد يمتص منين؟ من أقرب حتة فيها HCl. HCl الكون في المعدة لسه بخيره فين؟ في الديودينام. وابتدى معادلته في الجيجنم بيتعادل تماما في نهايه الجيجنم لكن في اول حته لسه ما عدلناهوش كمان عشان كده ابر جيجنم. يبقى شوف الروعه في الفهم. يبقى لماذا؟ يبقى ده سؤال مش كيو من اهم الاسئله. منين يمتص الحديد؟ من الابر بارت وسمول انتستين. صح جابها لك ديودينام صح جدا. ابر جيجنم تمشي لور جيجنم لا. واقول لك تجميعه جميله. يبقى خدنا اهم ثلاث عوامل لعمل ار بي سيز بترتيب الاهميه. الاير ده من اول حته الديودينام. الفوليك اسيد من الجيجنم. البي 12 من اللور ايليوم. تجميعه هي رائعه في الام اس كيو. يبقى الاير ديودينام اول حته. هما ثلاث حتت اللي اسمهم التستد. الفوليك اسيد جيجنم البي 12 لور ايليوم. ده واحد من اهم الاسئله يا شباب. وادي الاختصارات عندك والدياجرامز اللي بقول هي حصاد السنين. نفسي تستفادوا بالحاجات دي وصوروها وطبعها وخليها عندك. ودي كلها عاملها دلوقتي على فكره. ناس بتقول لي ما هياش مشابهه للدياجرامز اللي في ايدينا. انا ما عايش حاجه خالص. انا رسمتها من دماغي جديد فلن تتطابق الرسومات. خمس خطوات وحب النظام. مش هراجع تاني. قلت لك الشرح الوافي مش هراجعه لكن هقول لك الفكره تاني. يبقى الاول تقول حصل ايه في الانتستين. الحديد بتاع الاكل يهيم ريدلي ابزوربن لان اهو يا اما نون هيم بتاع البلانتس كان لازم مين يدوب الحديد HCl ونختزله بفيتامين سي ثم يبقى عندي نوعين من الحديد. فعشان كده اتليومينال بوردر الخطوه الثانيه عندي نوعين من الكارير واتكلمت على كل واحد بتاع الهيم والدايفيلنت اللي بياخد الثنائي عشان كده حولناه لثنائي وياخد الكالسيوم والكالسيوم هيحصل ما بينه انهبيشن ثم الخطوه الثالثه جوه الخليه
هتاخد الجزء الاصغر انت عاوزه بالفيريبورتد فيريبورتد، واللي مش عاوزه هتسيبه في صوره فيريتين مفقود يا ولدي مفقود، لان الخليه يحصل لها شد. الخطوه الرابعه عدينا بكارير واحد بقى، هنا كان تو كارير اللي هو الفيريبورت. الخطوه الخامسه شيلناه على على بيتا جلوبلينز ترانسفيرين، بس في علامه موت هنا اوعى تشبعه اكتر من 35%. الخطوه السادسه تم اختزانه على فيريتين برضو، كان نفسي اكتبها انا اسف اكتبها انت في الليفر والسبلين والبومارو. ادي الست خطوات بتاعت الابسوربشن بتاعت الاير. موضوع في غايه الاهميه، عاوزك تعرفه وتسمعه مرارا وتكرارا وتتمتع به. وخلاصه القول ان الحديد لاهميته متشال شيل متبغدد، شيالين على اليورال بوردر، شيال جوه الانسانال سيل فيريتين، شيال عند البيزوتر بوردر فيروبروتين، شيال في البلاد ترانسفيرين، شيال هنا في الستورج اريا اللي هو فيريتين برضه، بس ده مفقود انما ده موجود. اظن يعني اللي ما فهمش هتبقى الموضوع صعب شويه يا شباب. طيب انتقل لل ايرن هوميوستيزيس. معلش امكانيات انا عارف. ايرن هوميوستيزيس، تعبير هوميوستيزيس علمتولك يعني تثبيت المسكن، هوم يعني مسكن وستيزيس تثبيت، قلته في اول محاضره البلاد. قلت عشان تثبت الحديد جوه الجسم من اهم الاسئله في الام اس كيو، ذير از نو ميكانيزم فور اكسكريشن، احنا بنظبطه بالابزوربشن فقط بالامتصاص. خد من الاول اللي انت عاوزه، اللي مش عاوزه سيبه سيبه في الانترنال سيلز مع بروتين شايل الفرك اسمه فيريتين، مفقود يا ولدي مفقود، كل اربع لخمس ايام بتفقد الانترنال سيلز. يبقى الميكانيزم عن طريق الابزوربشن، ده واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو. ذير از نو ميكانيزم فور اكسكريشن، مش زي الميه بتتحكم في الامتصاص والاخراج، هنا بنتحكم في الامتصاص بس. يو كان نوت اكسكريت الاكسس ايرن عن طريق الكدني. الايرن اوفرلود از ليثل، ليثل يعني مميت، لو طمعت وامتصيت اكتر هتموت. ايه اللي يتحكم فيه؟ حاجتين، ده سؤال نظري مهم تبلي عليه نظري مهم. حاجتين، الرول اوف دايتري ايون، دور الحديد بتاع الاكل، دايتري يعني حديد الاكل. اكتب معاني الكلمات لو مش عارفها. افرض ان في اكسس ايرن ان دايت، ما في ناس بتحب حاجات فيها حديد زي السبانخ، على فكره اي حاجه حمراء فيها حديد، حتى الليفر احمر عشان بيختزل الحديد، البلاد احمر عشان 70% من الحديد قلنا موجود في الهيموجلوبين، تصور 70%، 25% من الحديد موجود في الفيريتين اللي هو في الليفر، عشان كده الليفر حمراء. طب العضلات بيقول اديني حته لحمه حمراء فيها العضلات 3% من الحديد موجود، بقى مش بهيموجلوبين بقى ماي جلوبين، الجلوبين بتاع الماسل، مايو يعني ماسل، ماي جلوبين ده توزيع الحديد في الجسم. اي حاجه فيها حديد لونها احمر، حتى قلنا والاهلي حديد يبقى لونه احمر، اوعى تنساه اللون الاحمر مرتبط في جسمك بالحديد. البلاد احمر عشان 70% من الاير موجود في الهيموجلوبين، الليفر احمر لان 25% من الاير موجود في الفيريتين، الماسلز حمراء عشان 3% موجود في الميوجلوبين، هتقول لي فاضل 2% موجوده في الانزيمز. الرول اوف ديتري اير، لو حضرتك خدت اكسس ايرن ان دايت، شوف الروعه في الخلق، في فيدباك ايميديتلي، اول حامل بتاع الاكل بقى بتاع